السلام عليكم، معكم دكتور كمال بالعربي، اخصائي امراض نساء وتوليد. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على ليستيروسكوبي دياغنوستيك او ما يعرف بتنظير الرحم. تنظير الرحم هي عمليه سهله وبسيطه تقام في العياده الطبيه بدون اي تخدير، عباره عن جهاز رقيق يدخل داخل الرحم لتنظير ذلك عبر المهبل. دونك هنا النساء اللي لازم علينا نقوموا بهذا التشخيص هم النساء باغ اكزومبل اللي عندهم نزيف دموي غير طبيعي او الام حاده اثناء الدوره الشهريه، ولا في بعض الحالات الاجهاضات المتكرره اللي السبب تاعها ما كناش عارفينه، ولا سعسر ولا صعوبه انجاب، وحتى في بعض الحالات ممكن لنا تشخيص ذلك بالنسبه للنساء اللي عندهم لولب متحرك من مكانه، يعني باغ اكزومبل ستيريلي ديبلاسي من بلاصتو. يمكن لنا ايضا تسجيل العمليه الجراحيه للتشخيص اثناء العمليه او بعد ذلك مع اطباء اخرين. وهنا يمكن لكم رؤيه فيبروم يوتيرا، يعني في هذه الحاله هنا بعد الدخول داخل الرحم يمكن رؤيه لو فيبروم يوتيرا. هذا ستان فيبروم انترا يوتيران بالنسبه للمراه كان عندها نزيف دموي، شخصنا ذلك بالفحص بالصدى لقينا باللي عندها ان فيبروم يوتيران اللي لازم عليها تقوم بعمليه جراحيه لاستئصال هذا الورم. اللي وفي هذه الحاله هنا شخصنا اون اندوميتريت عند سيده عندها إجهاضات متكررة وعسر في الإنجاب، يعني شفنا اون يعني اندوميتريت التهاب داخل